ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو فيديو الوحدة الأولى لكتاب التربية الوطنية. في هذا الفيديو سنقوم بتسليط الضوء على أهم الدروس والمحاور التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذه الوحدة. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم، تتألف هذه الوحدة من 4 دروس. الدرس الأول: التربية الوطنية والمدنية من حيث المفهوم والدلالة. الدرس الثاني: هوية الأردنية. الدرس الثالث: المواطنة. الدرس الرابع: الديمقراطية. أريد بداية أن أؤكد لكم أن مشروع الوحدة من كتاب الديمقراطية. يقوم هذا المشروع أساساً على مهارات العمل الجماعي، حيث سننقسم في 4 مجموعات. توكل إلى كل مجموعة البحث عن مفاهيم تتعلق بالمجموعة، وبالدرس تصميم لوحة تعرض عزيزي الطالب ما توصلت إليه وزملائك، بما في ذلك الخرائط المفاهيمية والرسومات والشعارات التي تتعلق بالديمقراطية. وختاماً أريد منكم أن تسمي كل مجموعة نفسها باسم من هذه الأسماء: مفكرون، مطلعون، منفتحون، ذوو مبادئ. تكامل هذه الوحدة مع تكنولوجيا المعلومات، حيث ستستخدم عزيز الطالب المهارات البحثية في موضوعات الوحدة، وتصمم عرضاً تقديمي أثناء ما نحن ندرس هذه الوحدة. الآن بعض التفصيل عن دروس الوحدة: التربية الوطنية والمدنية، هذا هو الدرس الأول. سنقوم بمناقشة المفهوم والدلالات. الفكرة الرئيسة في الدرس هي معرفة التربية الوطنية والمدنية وأهميتها وأهدافها، أثرها على الفرد والمجتمع. سنفرق خلال هذا الدرس بين المفهومين: التربية المدنية والتربية الوطنية. بعد ذلك سنتطرق إلى موضوع مهم، وهو أهمية التربية الوطنية والمدنية. وفي خارطة مفاهيمية سنتعرف أهداف التربية الوطنية والمدنية. سنعرض أيضاً قضية للبحث والمناقشة، وهي بعض الممارسات، وسنعطي الحلول لها الخاطئة طبعاً. دلالات التربية الوطنية سنعرف خلالها الهوية الوطنية، نظام الحكم، المواطنة، المشاركة في الحياة العامة، القضايا الوطنية، ومن ثم أسئلة المراجعة. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى الدرس الثاني، وهو كما يظهر أمامكم هوية الأردنية. بداية تطرح لنا هذا الدرس، عندما نسأل من هو الأردني، الجواب ربما يكون: الأردني هو من يعتز بهويته الأردنية وبانتمائه الحقيقي لهذا الوطن. الأردني هو من يقدم مصلحة الأردن على كل المصالح والاعتبارات. الفكرة الرئيسة في هذا الدرس عزيزي هو معرفة هوية الأردنية ومفهوم الهوية الوطنية والوحدة الوطنية وقيم المواطنة الفاعلة. خلال هذا الدرس سنتطرق إلى الهوية الوطنية من حيث المفهوم. أيضاً سنستخدم مخطط الهوية، نكتب فيه اسمنا وبعض الأمور التي ترتكز عليها انتمائنا الوطني. يعرض بعد ذلك بطاقة يستخدم فيها على أنه الطالب، على أنه مراسل صحفي، يتحدث عن موقع من المواقع الأردنية التي نعتز بها. في قضية أناقش سنستمع إلى كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله من خلال الماسح الضوئي لرابط موجود في الكتاب، وبعد ذلك سنتطرق إلى العيش المشترك، ونختم كالعادة بالوحدة الوطنية وبأسئلة المراجعة. الدرس الثالث كما يظهر أمامكم على الشاشة. الفكرة الرئيسة لدرس المواطنة معرفة المواطنة وأبعادها.
وعلاقة المواطن بالدولة من المصطلحات المهمة الانتماء والمواطنة، وأيضاً مهارات التعلم هي حل المشكلات وتحليل النصوص. هنا عزيزي الطالب، إذا أردت أن تحيا كريماً فانهض بوطنك واجعله في مصاف الأوطان المتقدمة، فالانتماء والولاء له والتضحية والفداء قيم تعبر عن حب الوطن. سنتطرق خلال هذا الدرس إلى المواطنة من حيث المفهوم، من هو المواطن، العلاقة بين المواطن والدولة، أيضاً أبعاد المواطنة، وبعد ذلك سنفسر شعار مبادرة حق. ختام هذا الدرس بالطبع ستكون أسئلة المراجعة. وكما يظهر أمامك عزيزي الطالب، فمشروع الوحدة يقوم على الديمقراطية. الديمقراطية هو درس مكرر بين كتاب الديمقراطية وكتاب التربية الوطنية. قبل أن تبدأ مشروعك عزيزي الطالب، عليك أن تفهم مفهوم الديمقراطية من خلال الدرس. الفكرة الرئيسية معرفة مفهوم الديمقراطية والتعددية السياسية وأهميتها. سيعرض لك الدرس الديمقراطية من حيث المفهوم والأهمية، أيضاً بعض المواقف الصفية والأسرية وبعض المواقف المدرسية التي تتطبق فيها مفهوم الديمقراطية الذي ينبع أساساً من مفهوم الشورى. ستلاحظ أيضاً معي عزيزي الطالب أن هناك الكثير من التوجيهات التي تخدم في أسلوب ما، أسلوب السبب والنتيجة والمشكلة والحل. هذا هو عرض سريع ومفصل لأهم ما سنقوم بتناوله ودراسته خلال الوحدة الأولى من التربية الوطنية. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.